النادي الأهلي النهارده كان في زيارة لواحد من نجوم النادي الأهلي السابقين، واحد من اللعيبة اللي دايما بيتذكرهم النادي الأهلي وكل جماهير النادي الأهلي بكل خير، فلافيو مهاجم النادي الأهلي السابق كان موجود في القاهرة في سحب قرعة دوري أبطال أفريقيا. كابتن محمود الخطيب شخصيا كان حريص النهارده على استقبال فلافيو، واحد من نجوم النادي الأهلي، بعد ما انتهى كابتن محمود الخطيب من مؤتمر الرعاية الطبية المقدم لأعضاء والعاملين في النادي الأهلي، كان متواجد في النادي الأهلي وكان حريص النهاردة على استقبال فلافيو. وكلنا نتذكر فلافيو وتاريخه الكبير مع النادي الأهلي، أهدافه الحاسمة، وهو ده دور النادي الأهلي، دور النادي الأهلي اللي ما بينساش أبنائه، ما بينساش أبنائه المخلصين، وفلافيو واحد من أبنائه المخلصين. شفنا قبل كده زيارة لجيلبرتو للنادي الأهلي واستقبال كابتن محمود الخطيب ليه، شفنا قبل كده استقبال لأنيسبو جلبان واحد من نجوم النادي الأهلي وأبناء النادي الأهلي واستقبال الكابتن محمود الخطيب ليه، والنهارده استقبال الكابتن محمود الخطيب لفلافيو، وفلافيو واحد من نجوم النادي الأهلي دايما بتذكرهم جمهور النادي الأهلي بكل خير، وهو ده دور النادي الأهلي. وده إمضة وتوقيع الكابتن محمود الخطيب على تيشيرت النادي الأهلي الجديد، والاحتفاظ فلافيو بتذكار جميل من النادي الأهلي. تعالوا مع بعض نتذكر بعض من أهداف النجم السابق فلافيو. الأهلي وادي الثالث فلافيو الهمام الهمامي سوما، وادي عرضية، جول الهدف الأول فلافيو. بقول لحضراتكم اللعبة المتفقين عليها، والثانية البيئة الأولى. حسام عاشور، حسام يلعبها حلوة ناحية جيلبرتو، عنده مساحة ويلعب العرضية، يلا يا جيلبرتو، يلا يا فلافيو، جول. لسه بقول يا جماعة مش ممكن، فلافيو جوه ال 18 يعني جول، لكن بره ال 18 بيفقد النادي الأهلي خطورته تماما. وحلوة حلوة كالعادة، جيلبرتو العرضية وفلافيو رايح ولاعبها بدماغه. أحمد شديد هنا ومحمد أبو تريكة ولا عرضية، جول الأول فلافيو، لكن بيخش يامن بن ذكري ويقطع كرة خطيرة جدا، وادي العرضية والجول الثاني. يا فلافيو. زي ما شفنا مع بعض أهداف فلافيو كلها أهداف ممتعة، عمر جمهور النادي الأهلي ما ينساها، إنها كانت أهداف حاسمة.